ولكن معنا الان بيان وزاره الصحه والسكان، اعلنت وزاره الصحه والسكان اليوم الاثنين عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي وجميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعايه الطبيه اللازمه وتمام شفائهم وفقا لارشادات منظمه الصحه العالميه ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 821 حاله حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا كوفيد 19 ارتفع ليصبح 1086 حالة من ضمنهم ال 821 متعافي وأضاف أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس من بينهم شخص أجنبي وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتا إلى وفاة إحدى عشرة حالة وقال مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وذكر خالد ان اجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 3333 حاله من ضمنهم 821 حاله تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و250 حاله وفاه. وتواصل وزاره الصحه والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعه الموقف اولا باول بشان فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافه الاجراءات الوقائيه اللازمه ضد اي فيروسات او امراض معديه. كما تم تخصيص الخط الساخن 105 و15 335 لتلقي استفسارات المواطنين بشان فيروس كورونا المستجد والامراض المعدية.